حلقة اليوم من كوادريغا البابا فرانسيس عام من التغيير. في 13 من مارس 2013 انتخب الكاردينال الأرجنتيني خورخي ماريو بيرغوليو رئيسا جديدا للكنيسة الكاثوليكية ليكون بذلك أول بابا من أمريكا اللاتينية. فراتيلي سوريلي بوناسيرا. البابا فرانسيس سرعان ما أصبح رمزا للأمل في حدوث تغيير جذري داخل الفاتيكان، فهو يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لبساطته وتواضعه ورفضه للترف وقربه من عامة الناس. ولكن هل ستتمكن الكنيسة الكاثوليكية ككل من الاقتداء به؟ أم أنها ستبقى متمسكة بالتقاليد؟ يرافقكم في هذه الحلقة أحمد عبيدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كوادريغا. قبل الانتقال إلى مناقشة موضوع حلقة هذا الأسبوع، أود الترحيب بضيوف هذه الحلقة، وهم الدكتور يوسف جورية الباحث في علوم الأدب المسيحي. الدكتور جورية شارك في إنجاز عدة دراسات عن الأديان الثلاثة، وهو اليوم يحاضر تاريخ الأداب السريانية في معهد الاستشراق بجامعة برلين الحرة. كما أرحب بالدكتور عمر كامل المحاضر في السياسة والتاريخ، تنقل خلال مشواره الدراسي من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم إلى ألمانيا، وهو اليوم يدرس مادة العلوم السياسية في جامعة إيرلانغن. كما أرحب بالدكتور رالف غضبان الكاتب والخبير في الشؤون الإسلامية، أنهى دراسته العليا في مادة الفلسفة بجامعة بيروت عام 72، ثم انتقل إلى برلين حيث واصل دراسته وتخصص في العلوم الإسلامية والسياسية، ودرس في المعهد العالي للبروتستانتية ببرلين، ونشر العديد من الدراسات والكتب في مجال تخصصه. أهلا بكم جميعا، وأجد نفسي اليوم بين مجموعة من الدكاترة. أبدأ معك دكتور غالف وأسأل، كيف يمكن أو كيف تقيم سنة من تعيين البابا فرانسيس حبرا أعظم؟ هل يمكن الحديث عن خرق كبير حققه الرجل؟ لقد حقق أشياء عديدة، أهمها بشكل أساسي تغيير توجه الكنيسة، لكنه لم يغير في المواقف، فالمواقف اللاهوتية لم تزل كما هي في السابق، لكن توجه الكنيسة اختلف معه أولا في نقطتين. الأولى، جعل الفاتيكان ليس سيدا للكنيسة في العالم بل خادما للكنيسة. والنقطة الثانية هو دعوة الكنيسة للخروج من صوامعها والتوجه إلى البشر لنشر رسالة الإنجيل الأساسية وهي المحبة، ويتجلى ذلك في التضامن ومساعدة الفقراء والضعفاء والمهمشين. إذن يمكن الحديث عن خرق جبار أحدثه البابا فرانسيس منذ اعتلائه منصب الحبر الأعظم؟ يمكن اعتبار الأمر بهذا الشكل. إذن لم يقتصر الموضوع دكتور يوسف عن مجرد تغييرات أخلاقية على مستوى الكنيسة، وإنما هناك تغييرات جوهرية كما تفضل الدكتور. نعم، أنا أوافق زميلي في هذا الطرح الذي قدمه، ولكننا ما زلنا أمام سنة واحدة من اعتلائه الكرسي البابوي، وكل ما قدمه لحد الآن يدخل في حيز الوعود أكثر منه في حيز الواقع. وبالحقيقة بفضل شخصيته المقربة من الفقراء ومن الناس العاديين، ازداد الاهتمام بالكنيسة الكاثوليكية من الكاثوليك. وهناك دراسة حديثة خرجت في الأسبوع الماضي في أمريكا، أشاروا فيها بأن الكاثوليك لم يزدد عددهم ولكنه أيضا لم ينقص، وهذا بفضل هذا البابا الجديد الذي قدم مثل ما قال زميلي أيضا روحا جديدة للكنيسة الكاثوليكية، أي أن تدخل في صفوف الشعب ولا أن تعتلي برجا عاجيا. هل يمكن القول بأن الكنيسة الكاثوليكية اقتدت بشخصية أو بطباع البابا فرانسيس وتحولت عن مسار طبعت عليه لمئات السنين قبله؟ أعتقد أن انتخاب بابا من نوع البابا فرانسيس هو أيضا أحد الخطوات الجبارة التي سعت إليها الكنيسة، وهي أن تنقل للناس صورة أخرى عن الكنيسة الكاثوليكية التي كانت في أذهان الناس سابقا.
هذا صحيح. نعم دكتور عمر، البعض كان يتحدث عن أفول نجم الكنيسة أو الفاتيكان بالأحرى إذا لم يتم تعيين بابا من خارج أوروبا، بابا من الدول اللاتينية حيث أعداد المؤمنين المسيحيين كبيرة جدا. هل تحقق هذا الطموح وهل زالت المخاوف من تراجع دور الكنيسة وأعداد المؤمنين؟ يعني النقاش حول بابا من خارج السياق الأوروبي نقاش قديم ودائما يعود ويتكرر، ولكن الحقائق التي متواجدة الآن في الصورة أود أن أركز على أمرين. الأمر الأول هو أن الكنيسة كانت في وضع يعني مرضي له. هناك فضائح جنسية، هناك فضائح مالية، هناك فضائح إدارية داخل الكنيسة، وهناك ابتعاد للشعب المسيحي أو الشعب الكاثوليكي إن صح التعبير عن القيادة، عن قيادته. البابا الآن جاء وبعد سنة، وإذا سمح لي الزميلين، ما قدمه الآن هو يمكن لنا أن نمثله بما ما قدمه أوباما حينما جاء رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وعود وجو من التفاؤل. ولكن هذا أمر صعب جدا أن تجدد الكنيسة الكاثوليكية بوعود وأمر من وبعض الخطوات التفاؤلية. هذا الأمر. الأمر الثاني وهو قضية البابا من أين. أعتقد أن أمر هام جدا أن الباباوات التي توارثت على هذا المنصب كانت بالدرجة الأولى رجال دين، رجال دين بالمعنى الثيولوجي المعنى أو الفلسفي أيضا. ولكن هذا الرجل يختلف تماما، ليس لكونه من الأرجنتين، هذا يلعب دور بالتأكيد، ولكنه لأنه ابن الشارع الكنيسي إن صح التعبير. هذا البابا من جماعة اليسوعيين، وهذا يعني شيء جديد، وهذا ما جعله أكثر اقترابا من الشارع عنه من البابا بنديكت، الذي يمكن أن نقول أنه رجل فلسفة دينية أكثر منه رجل من الشارع، وهذا ما يشرح أيضا بساطة هذا الرجل. مثير للانتباه هذا التشبيه بين أوباما والبابا فرانسيس. إذن في نظرك ما الذي عطل الخطط الإصلاحية للبابا فرانسيس داخل الفاتيكان؟ ما يعطل وجعل كل وعوده بقيت في حيز الكلام والوعود فقط ولم تطبق على يعني أرض الواقع. الرجل يعني ما زال أمامه الوقت، لن يجلس في منصبه 8 سنوات أو 4 سنوات ويعاد انتخابه مثل أوباما، ولكن أمامه الكثير من الوقت. يعني سنة ليست بالزمن الكافي للحكم عليه، ولكن هناك تيار محافظ داخل الكنيسة، ويرى أن خطوات البابا وما يقوم به البابا وما يعلنه البابا يفرغ المنصب الباباوي من قدسية معينة. هذا أمر. الأمر الآخر وهو أنك لا يمكن لك أن تجدد في مفاهيم وفي تعليم الكنيسة إلا إذا كان عندك المقدرة على مواجهة هذا التيار المحافظ. هو اتخذ خطوات أراها عملية جدا، خطوة يعني هامة جدا، وهو أنه اختار 8 مساعدين لهم لمحاولة الإصلاح، لاتخاذ القرار أو لكي يتخذوا بعض القرارات في اتجاه الإصلاح. فالطريق أمامه طويل وصعب أيضا. إذن هل يمكن اعتبار كما تفضل الدكتور عمر تعيين مجموعة من الكرادلة من الدول الفقيرة كمستشارين للحبر الأعظم لربما وسيلة سياسية ودينية للتغلب ولكسر تلك السلطة التي تتمتع بها الدولة العميقة داخل الفاتيكان كما يحلو لبعض المراقبين أن يسمونها؟ لا أوافق الزميلين بقولهم أن البابا وعد ولم ينفذ. إذا اعتبرنا الخطوات التي قام فيها بها عمليا فقد أنجز إنجازات هامة، منها هذه النقطة. الإنجاز الأول هو إصلاح دائرة الفاتيكان، والعقبة الرئيسية كانت وجود رئيس الحكومة، إذا ما أردنا التشبيه، الكاردينال بيرتيلو، فعزله وغير وعين شخصا غيره، وعين لجنة من 8 كرادلة
للاستشارة، لكن مهمة هذه اللجنة أبعد بكثير. اللجنة أولا تضم فقط شخصين من إيطاليا، الإيطاليين كانوا يسيطرون على دائرة الفاتيكان والآن أصبحوا أقلية، وفي اللجنة تمثل الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم من آسيا لأستراليا إلى آخره، وهدفها هي إعادة النظر في دستور 1988، بمعنى آخر إعادة تكوين السلطة في الفاتيكان كلية، وهذه بحد نفسها ثورة كبيرة. وعمل اللجنة سيستمر سنتين، وأول اجتماع حصل هو في أكتوبر الماضي، وهذا يدل أن الخطوات قد تمت. الإصلاح الثاني الرئيسي الذي قام به هو مشكلة بنك الفاتيكان، والتي فشل بنديكت البابا السابق في أن يحلها، وقد حلها بشكل باتجاه الشفافية، فعين لجنة من 15 شخص، والجديد فيها أن 7 منهم هم من خارج الإكليروس، من علماء الاقتصاد من مختلف البلدان، ليعالجوا المشكلة الاقتصادية. والهدف منها هو الشفافية، وكما نعلم بنك الفاتيكان لم تكن تتعامل معه الاتحاد الأوروبي لانعدام الشفافية، وقد نجح في ذلك. طبعا العمل والنتائج ستظهر في وقت مستقبلي. النقطة الثالثة التي قام بها لم يغير المواقف، لكنه توجه بشكل أساسي حول المفاهيم الأساسية، وهي مفهوم العائلة والجنس والمثاليين، ودعا لاستطلاع عالمي في شتى بين المسيحية الكاثوليكية في شتى أنحاء العالم ليرى رأيهم بالموضوع. وحتى الآن النتائج التي ظهرت أن الأغلبية لا توافق على تعليم الكنيسة في هذا المضمار، والنتائج ستكون كبيرة، لكن هالنتائج ستحصل لاحقا، لكن العمل بدأ في هالأمر. بالنسبة للمثاليين مثلا، سئل عنهم، كانت الكنيسة تعتبرهم مرضى، وقال هو في المقابلة التي حصلت في إيطاليا، قال: من أنا لأحكم عليهم؟ ففي حتى في صلب القضايا العقدية فتح أبواب جديدة، لم يتغير شيء حتى الآن، لكن فتح الأبواب والعمل قائم في وفتح باب النقاش في هذه القضايا التي ظلت تابوهات بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، يعتبر إنجازا في حد ذاته. إذن دكتور يوسف، الرجل رجل استراتيجيات، ورجل له رؤية بعيدة المدى، ولم يقتصر عمله على ما هو أخلاقي فحسب. قد أتفق في هذا السياق، ولكن ما قدم لحد الآن من دراسات حول هذا الموضوع من الفاتيكان حول الأجراءات التي قام فيها البابا، صحيح أنه بدأ فيها، ولكن النتائج لوصول لهذه النتائج أمر يحتاج إلى سنين، كما بيّن أيضا الزميل. وهناك أيضا أعمال أخرى قام بها، ولكنها لا ترقى لتكون كموقف كنيسة كاثوليكية، وهذه هي المشكلة. لحد الآن لا نستطيع أن نعبر عن البابا باعتباره ممثل للمدرسة الكاثوليكية التقليدية، ولا ممثل للمدرسة الليبرالية أو الحرة، فهو بين إن قال رأيا يقول رأيا شخصيا، وإن فعل فعلا يفعل باسم الكنيسة. وهذه من أحد المعضلات التي تقف أمامها كل الطوائف المسيحية. هل يتعامل البابا بهذه الأمور كأن يلجأ إلى غسل أرجل السجناء؟ هل هو عمل البابا كبابا للكنيسة، أم إنه عمل لرجل يريد أن يدخل الكنيسة إلى مجالات أخرى؟ وأيضا الاتفاق واضح بكل القضايا، الوعود التي طرحها لو تحققت لتغير مسار الكنيسة كليا، وهذا نطمح إليه كلنا بطبيعة الحال، وليس على هذا الاتجاه فقط، بل على الاتجاهات الأخرى من خلال العلاقات مع المجموعات الأخرى، مع الأديان الأخرى، ومع أيضا المواقف السياسية للفاتيكان تجاه قضايا مثل القضايا العربية. يعني هناك دفع كبير من البابا لا تستطيع الكاثوليكية مدرسة أن تتابعه،
هل سنصل إلى مرحلة بأن يسير الفرس بدون المركبة أم أن المركبة ستلجمه مرة أخرى جماح الفرس وتعيده؟ وأنا مرة أخرى أتفق بكل ما قلت في هذا السياق، ولكنها لحد الآن وعود، ونتمنى أن تكون هناك الفرصة لهذا الباب كي يحقق ما بدأ به. أعتبر أن هنالك نقطة خطيرة قالها وهي غير صحيحة كليا، إذ أنه قال أن البابا يتحدث أحيانا بشكل فردي وأحيانا باسم الكنيسة، وهذا ما يخلق بعض التناقض وبعض الغموض. لكنني لا أؤكد هذا الشيء ولا بأي شكل من الأشكال. كما وذكرت مثال على ذلك عملية غسل الأرجل، وتذكيرا لك غسل الأرجل في الكنيسة الكاثوليكية هي من أصل الكنيسة وتقليد من عشرات من القرون، والذي حصل هذه المرة والجديد في هذا الأمر هو أنه غسل أرجل امرأة، وهذا شيء جديد أولا، وثانيا غسل أرجل رجل مسلم، وهذا يدل دلالة على الاتجاه الجديد الذي يقوم بها البابا. أما عملية الغسل فهو تقليد كاثوليكي قديم. يوسف تريد أن ترد؟ نعم، ببساطة أنا لا أختلف بأن تقليد غسل الأرجل أو خميس الأسرار في الكنيسة من أهم الأسرار الكنسية، أنا لا أختلف في هذا الموضوع، لكن الخلاف هو في طريقة القيام بهذا الفعل، بأن يذهب إلى سجن ويقوم بهذا السر. أي نحن أمام خطوة جديدة، هل تحتسب للكنيسة الكاثوليكية أن تتجه هذا الاتجاه؟ هي تقوم بأسرارها وتقدس أسرارها، ولكن هل ستصل إلى مرحلة وتقول سنقتدي بالبابا فرانسيس ونتجه إلى السجون أو إلى المرضى ونقوم بهذا السر معهم؟ هذا هو الكلام، ولكن لا خلاف بأن من أهم أسرار الكنيسة هو غسل الأرجل. نعم، سأنتقل إلى الدكتور عمر. هل تعتقد بأن الكنيسة الكاثوليكية ستقتفي أثر البابا وستمشي وراه كما تمشي العربة وراء الحصان الذي يجرها؟ يعني أعتقد، وأقتبس التشبيه بالفعل من يوسف، يعني أنا أعتقد أن القضية أننا أمام رجل يرحب به الجميع في ظل هذه الأجواء الدائرة في العالم الآن من صراعات واختلاف بين الثقافات وصراعات ثقافية هنا وهناك، ولكن القضية الآن، واسمح لي، يعني نحن نختلف دائما مع بعضنا البعض وهذا أمر طيب، أن القضية ليست البابا في حد ذاته، ليست شخصنة هذا الفرد، ولكن القضية هي هل ستقوم الكنيسة بالمشي بالفعل خلف هذا الرجل. أعتقد أن هذا أمر صعب، أنا أتمنى ذلك، ولكن لا أرى كما علمنا التاريخ أن الكنيسة الكاثوليكية بهذه التركيبة المتواجدة الآن يمكن لها أن تواصل السير خلف هذا الرجل. أتمنى أن يحدث عكس ذلك، ولكن الكنيسة الكاثوليكية محتاجة لأوقات كثيرة وكثيرة وكثيرة حتى تواكب متطلبات العصر واحتياجات المؤمنين بها. هذا الاختلاف الذي يلحظه المرء بينكم هو اختلاف أيضا في وجهات نظر المحسوبين على الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين بشكل عام إزاء شخص البابا فرانسيس. نتابع التقرير التالي. لقد فتح البابا فرانسيس الكنيسة وعين كرادلة من خارج حدود أوروبا، بعضهم من أفقر بلدان العالم كهايتي ونيكاراغوا وبوركينا فاسو. كما وجه البابا انتقادات لاذعة للرأسمالية متحدثا عما أسماه عبادة المال. الكنيسة ونحن جميعا يجب أن نتخلى عن ثروتنا الدنيوية التي تقود إلى الغرور والتفاخر وتأليه الذات. وفي الشأن الكنسي الداخلي، عين البابا مجلسا استشاريا لإصلاح بنك الفاتيكان الذي اتهم بغسيل الأموال، ووعد البابا بمزيد من الشفافية. ورغم الإصلاحات لا يزال البابا فرانسيس متمسكا بالقيم التقليدية، وفي قضايا كمنع الحمل والإجهاض والطلاق قد يسلك نهجا محافظا كسلفه بنديكت السادس عشر. فهل ستشهد الكنيسة تغييرا شاملا أم مجرد تغيير في طريقة التعامل؟
وهذا هو الموضوع الذي كنا بصدد الحديث في جوهره. هل ستشهد الكنيسة تغييرا جوهريا أم تغييرا شكليا فقط؟ لكن ألا تعتقد بأن سلوك البابا وهذا التميز في التعامل والانفتاح على المؤمنين وعلى الديانات الأخرى لربما يؤثر في أتباع الكنيسة، وبالتالي يأتي فرض الأمر الواقع من المؤمنين وليس من الكراذل المقيمين في روما في الفاتيكان؟ كيف ومتى وأين كان للمؤمنين تأثير في الكنيسة الكاثوليكية؟ يعني هذا أمر جديد، هذا تحدثنا عن ذلك فنتحدث عن أمر جديد، ولكن الواقع أنه الآن وبالرغم من هذه الأجواء الإيجابية تجاه البابا الجديد، إلا أن في دراسة بالأمس هذا لم يزيد عدد المتوافدون على الكنيسة إذا داخل الشعب الكاثوليكي إن صح التعبير. إذن فهناك داخل الشعب الكاثوليكي، لكن حد من تناقص أعداد المنتسبين للكنيسة الكاثوليكية، وهذا في حد ذاته إنجاز. هذا في حد ذاته دعاية كبرى للكنيسة الكاثوليكية. الرجل أنقذ، الواقع الآن هو أن الرجل أنقذ الكنيسة الكاثوليكية، ولكن بناء أو بناء جماعة من القرادلة ثمانية هنا أو لجنة أخرى هناك، هذه أمور نتمنى لها النجاح، ولكننا التفاصيل سوف تكون صعبة جدا. نعم دكتور رالف، كان له تعليق على ما تفضلت بقوله دكتور عمر. بالنسبة لدور الكنيسة فهدف كما ذكرت عندنا مع فرانسيس توجه جديد نحو المشاركة الأكبر، وبإطار الإصلاحات التي بدأ فيها منها إصلاح اللامركزية، فقد قال لا ليس على الكاثوليك أن ينتظروا جميع الأجوبة من الفاتيكان، فبالتالي يهدف إلى تقوية دور المجامع المحلية في الدول، مجامع المطارنة للمشاركة في القرار. كما أعلن أن بعض تعاليم الكنيسة ليست تعاليم نهائية منزلة وقابلة للتغيير، أي أنه فتح الأبواب باتجاه تغيير حتى المواقف. هذا التوجه ممكن، بمعنى ممكن أن يؤدي إلى تغيير المواقف، بمعنى أن مشاركة المؤمنين في الاستطلاع حول قضايا العائلة ومشاركة المطارنة في مختلف دول العالم وأغلبيتهم في العالم الثالث وليس في أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى تعيين قدرا كبير من الكرادلة من العالم الثالث، من 19 كاردينال عينهم مؤخرا 9 من أوروبا و10 من بقية العالم، منهم 6 من أمريكا اللاتينية. فهذه الأجواء ستغير، ستنعكس حتما برأيي وبرأي كثيرين على المضمون، لأن التمسك بالمواقف القديمة خاصة مواقف عدم تزويج الكهنة، من المستحيل كبت طبيعة الإنسان، فبالتالي مشكلة الاعتداءات على الأطفال ستستمر لا تحل رغم النوايا الحسنة عند البابا. المشكلة الثانية هي مشكلة المثاليين، من غير الممكن أن تستمر الكنيسة باعتبارهم مرضى شواذ أو حالة مرضية، حالة مرضية. ف من المتوقع بحال استمر هذا التوجه أن يؤثر على المواقف ويغيره. نعم، إذن وكأن الدكتور رالف غضبان يريد أن يقول بأن البابا فرانسيس بصدد إنجاز ربيع كاثوليكي، وقد استخدم هذا التوصيف المطران هانس كونغ الذي تم عزله من البابا الأسبق، ماذا تقول في هذا الإطار؟ بطبيعة الحال كلمة الربيع أصبحت مغمغمة بعد الربيع العربي، ونأمل أن يكون ربيع على يد البابا فرانسيس، وخاصة في الكنيسة الكاثوليكية التي عانت من الكلاسيكية والتقليد زمنا طويلا، وفتح الأبواب بهذه الطريقة يضعنا أمام مسارات واسعة كما تفضل زميلي. ولكن السؤال
مواقفه ككاردينال من هذه الأمور كانت مختلفة عن مواقفه الآن كبابا. مثلا من مسألة الإجهاض له كان له موقف ككاردينال والآن موقفه واضح وصريح لا، في حالات مرضية كان مسموح. ثانيا تعميد الأطفال الغير شرعيين، كان يقول أن الكاهن الذي لا يعمد الطفل الغير شرعي هو كاهن منافق، أين هو هذا الدور كبابا الآن؟ ومسألة المثليين حينما يضعها الآن في هذا الإطار هو لا يبرئ الكنيسة منها، هو يبرئ عمل المسيحيين من موقف الكنيسة، فيقول كمسيحيين نحن مجبرين إيمانا أن نتعامل مع كل الناس، والمثليين أيضا أشخاص ويجب علينا أن نتعامل معهم بالحب. هذا موقف لا يحسب على الكنيسة الكاثوليكية، ولكن نأمل أن يأخذ دوره في المرحلة اللاحقة من نقاشات الكرادلة ومن السينودوس بأن يصلوا إلى قرارات تختلف لخدمة المجتمع. وأهم نقطة يشرحها الآن هو محاولة جر الكنيسة كما تفضل زميلي إلى الشارع، أن تعود الكنيسة إلى الشارع لترى كيف يتطور. وأعتقد بأننا مع بنديكت سنشاهد تطورا شعبيا للكاثوليكية أكثر منه تطورا مدرسيا. تقصد مع البابا فرانسيس؟ مع البابا فرانسيس نعم. نعم، هي قاعدة تسري على كل الأديان، عندما لا تساير الحداثة تغرق في الظلامية وفي التطرف. ألا ترى بأن البابا فرانسيس أدرك هذا التفصيل ويحاول جاهدا تحديث الكنيسة؟ يعني هناك فارق كبير بين الإدراك والتغيير. كون أنه أدرك هذا لا يعني هذا لا تنفيه الصورة. الرجل يحاول ويعني ونحن نرحب جميعا بوجوده في الساحة الدولية الآن، ولكن المحاولة أمر والتغيير أمر آخر. التغيير أعتقد المقولة أنه سيكون بابا للشارع وليس بابا للمدرسة، هذا يمكن له أن يكون له أثر عكسي تماما حينما يكتشف الشارع أنه عنده رجل يحكي شيئا ولكن المدرسة تحكي شيء آخر، ويأتي برد فعل معاكس تماما. وأنا لا يعني أنا لا أنظر الأمور من باب التشاؤم، ولكن التاريخ والسياسة أوضحت لنا هذا كله. كان هناك في العالم أجمع أمل كبير بمجيء أوباما، اليوم هناك رد فعل عكسية في كثير من المجتمعات العالم على سياسة أوباما. أنا لا أقارن بين الرجلين، ولكن أحاول أن أوضح للمشاهد أن التفاؤل الزائد، خاصة ونحن نتحدث هنا كما قال الدكتور أضبان البابا سوف يفعل، البابا سوف يقوم بذلك، البابا نتحدث عن أمور في المستقبل بأمنيات. ولذلك أعتقد أن الرجل لا أشكك في نيته، ولكن إدراك أن الكنيسة لا تعاصر الزمن شيء والتغيير شيء آخر يتطلب كثير من الوقت. وكأنك تريد أن تقول بأن الكنيسة غير قابلة للتحديث. يعني أنا لست في الموقف الذي أو الموقع الذي يقول أن الكنيسة قابلة للتغيير أو لا أو ليست قابلة للتغيير، ولكن الكنيسة أمامها تحتاج إلى كثير من الوقت وتحتاج إلى تغيير كثير من المفاهيم قبل أن نتحدث عن إصلاح داخل الكنيسة الكاثوليكية. وأنا أحضر لهذه الحلقة صادفت كاريكاتير لرسام إيطالي يرسم البابا على شكل سوبرمان يحمل حقيبة، ومن الحقيبة شعار للفريق الأرجنتيني الذي يحب ولا أحضر لا يحضرني الاسم. هل فعلا نحن إزاء شخصية الرجل الممتاز الذي يمكن فعلا أن يقود الكنيسة إلى التغيير، أم أن المراقبين والكاثوليكيين يغالون في التفاؤل؟ يجب رؤية الموضوع بشكل موضوعي. لذلك أقارن مع بنديكت. حاول بنديكت إصلاح دائرة الفاتيكان وفشل أمام بيرتيلو. حاول إصلاح بنك الفاتيكان وهم صلب الموضوع، هم الأساس، وفشل. والآن هذا البابا نجح في الأمرين، وهذا واقع. اللجان موجودة وليس تمهيد استطلاع للمستقبل.
كما الاستفتاء الذي يقوم حاليا في الرعاية هو واقع. لكن الكنيسة الكاثوليكية كما نعلم تفكر بمئات من السنين وليس بعشرات من السنين، والعمليات تأخذ قدرا طويلا من الوقت بعض الأحيان، لكن الاتجاه هو اتجاه حتى الآن صلب لم يناقضه أحد. المقارنة مع أوباما، أوافق بالمقارنة في نقطة واحدة فقط، أوباما يمثل مرحلة الانتقال من سيطرة البيض في أمريكا إلى سيطرة التعدد الجنسي في العرق، ولم يستطع أن يقود هذا التحول بشكل إيجابي. جميع إصلاحاته حتى الآن لم تؤدي إلى نتيجة. البابا هذا يمثل الانتقال مثل أوباما من الهيمنة الغربية الأوروبية الأمريكية خاصة الأوروبية إلى الكنيسة العالمية، ونجح حتى الآن من خلال تعيينه كرادلة من جميع أنحاء العالم وتكوينها اللجان التي تضم مسيحيين من جميع أنحاء العالم، ومشاركة أوروبا تتقلص بشكل قوي بالنسبة للكنيسة، ومشاركة الإيطاليين في دائرة الفاتيكان تتقلص أيضا، وهذه إنجازات واقعية نجح بها وليست مجرد أحلام. هذه إنجازات واقعية، هناك انفتاح على الكنائس في مختلف أنحاء العالم، هناك رغبة من البابا فرانسيس، وهذا ما تفضل به الدكتور رالف على الانفتاح على الديانات الأخرى أيضا. لكن قبل الحديث عن انفتاحه عن الإسلام على الإسلام، كيف هي علاقة البابا فرانسيس مع الكنائس الشرقية؟ نعم، يعني علاقة البابا فرانسيس مع الكنائس الشرقية منذ كان كاردينالا علاقة قوية، ويحضرني وجوده في بونس آيرس بعلاقاته المنفتحة مع المسيحيين هناك من بروتستانت ومن المسيحيين الشرقيين، وأيضا هناك آراء من المسيحيين اللبنانيين هناك بأنه صديق حميم للكنيسة الشرقية أو الكنيسة اللبنانية. وبذات الطبع أيضا علاقته مع الكنيسة القبطية من خلال البابا ثيوداروس ظاهرة واضحة بزيارة متبادلة وطلب الزيارة وطلب العمل المشترك. وأيضا الكاثوليك الشرقيين بطبيعة الحال في سوريا وفي العراق من كلدان ومسيحيين كاثوليك واضحة، والعلاقات مفتوحة أيضا فيما بينهم. ويجب أن لا ننسى في مسألة أساسية، بأنه قال بأن الشرق لن يخلو من المسيحيين وسنجاهد في سبيل ذلك، كبابا يأخذ موقفا لكل المسيحيين، يعني هو حاضر ليمثل المسيحيين أجمع بهذا الاعتبار. ولا أرى تناقضا في هذه المسألة بينه وبين البطاركة الأخر في هذه القضية، وهو فتح بابا واسعا للحوار بين المسيحيين، وخاصة وقال بما أننا نؤمن بذات العقيدة ونؤمن بذات المبادئ الأساسية في المسيحية، فما يجمعنا هو أكثر مما يفرقنا. وهذه مقولة رائعة لبابا في هذا الصدد. إذن ذات التوجه يمكن للمرء رصده في علاقة البابا فرانسيس بالإسلام. كيف تقيم هذا الاختلاف في سياسة الفاتيكان إزاء الإسلام في عهد فرانسيس والمقارنة دائما بالبابا بنديكت السادس عشر؟ نعم، يعني أنا أتفق مع الأخ يوسف في كل ما قاله، وإن كنت أختلف معه فقط في مصطلح سنجاهد من أجل ذلك. يعني مصطلح الجهاد نراه الآن إلى أين يصل بنا، أتمنى أن لا يكون البابا قد استخدم هذا ولم يقصد بالضرورة هذا النوع من الجهاد هذا المصطلح. ولكن نعم، الرجل هنا يبدو، أعتقد يعني يمكن المقارنة بذلك، البابا بنديكت وإن كانت له قدسية إلا أنه إنسان، وهو من السياق الألماني الأوروبي، وعنده نوع من التخوف تجاه الإسلام. كان هذا نراه في تصريحاته وفي تعاطيه مع الشأن الإسلامي. هنا نرى فعلا أن هناك اختلاف، كون هذا الرجل من سياق خارج السياق الأوروبي من أمريكا اللاتينية، أنه توجهاته مختلفة تماما. نحن نعلم جميعا أنه يحضر
زيارة إلى عمان وبيت لحم والقدس، وأنه يصر على أن يكون مصطحب بوفد ليس فقط يمثل الكنيسة الكاثوليكية ولكن يمثل أيضا مسلمين ويهود. هناك خطوات منه في هذا الاتجاه، ولكن أرى أننا، وهنا أقف فعلا خلف البابا فرانسيس، أنه جاء في الوقت الغير مناسب فيما يخص الحوار بين العالم الإسلامي والكنيسة الكاثوليكية، في الوقت غير المناسب، لأنه من ناحية البابا مشغول بإصلاح الكنيسة الكاثوليكية، ومن ناحية أخرى المسلمين والعرب مشغولين بترتيب أوضاعهم الداخلية، وهذا يجعل التواصل، يعني وإن كنا نتمنى ذلك، ولكن لن يكون هناك وقت طويل لهذا التواصل بين الكنيسة الكاثوليكية والشرق العربي الإسلامي. وإن كان ما يجمع البابا فرانسيس بالشعوب العربية هو الرغبة في التغيير وخلق التغيير، هم يناضلون ضد الدكتاتوريات وهو يناضل ضد بنية سلطوية داخل الفاتيكان. دكتور رالف غضبان، كيف تقيم سياسة البابا فرانسيس إزاء العالم العربي؟ من المهم التذكير أن البابا فرانسيس يكمل سياسة البابا بنديكت، لكن التوجه مختلف. بالنسبة للحوار مع الأديان، فهو يركز كبنديكت على الحوار مع الأرثوذكس لأنهم لاهوتيا قريبين من الفاتيكان، وأعاد فتح الباب للحوار مع البروتستانت الذي أغلقه بنديكت. أنت تتحدث عن البابا فرانسيس الآن؟ إيه، أعاد فتح الباب. وبالنسبة للمسلمين كيف يكمل، وهذه نقطة تستوجب التوضيح، سياسة البابا بنديكت السادس عشر؟ سياسة البابا بنديكت وفرانسيس حاليا هي همهم الوحيد هو استمرار المسيحية في البلدان الإسلامية وعدم القضاء عليها، ليس همهم الحوار بل الوجود. لذلك ذهب البابا بنديكت 2012 إلى لبنان لتثبيت المسيحيين ودعمهم للاستمرار في البيئة الصعبة التي تمر بها الدول العربية، والدول العربية بأغلبيتها لا تريد أو لا تستطيع أن تحمي المسيحيين والأقليات الموجودة عندها. وذلك لذلك مطلبه واضح، وهو ظهر في رسالته فرح الإنجيل التي صدرت في نوفمبر العام الماضي، والتي تشكل نوع من بيان عمل حكومته إذا أردنا، ويتطرق فيها إلى موضوع الإسلام والمسلمين، ويطلب أن يستقبل الغرب المسلمين اللاجئين بشكل أساسي واحترامهم، وبالمقابل يطلب أن يتم نفس الشيء، احترام المسيحيين في الدول الإسلامية والسماح لهم ببناء معابدهم وبممارسة شعائرهم. فهذا هو المطلب الحد الأدنى. طبعا الفرحة كبيرة هنا، خاصة عندما هنأ استقبل اللاجئين في لامبادوزا وهم أغلبيتهم من المسلمين، وهنأهم برمضان، وقام بعدة خطوات في هذا الاتجاه، والأزهر رحب بهذا الموضوع وأعلن استعداده عن الاستمرار في الحوار. لكن موضوع الحوار غير مطروح حاليا من الطرفين، هي الموضوع هو موضوع البقاء، وهذا ما يشغل باله بشكل أساسي. هل تتفق مع الدكتور رالف عندما قال بأن البابا فرانسيس يسير على نهج البابا بنديكت السادس عشر في إطار الحوار مع العالم العربي، وأن ليس هناك حوارا في الوقت الراهن؟ أتفق في العموميات، هذا صحيح أن البابا بنديكت حاول بفتح الحوار وبدأ بحوارات وبدأ بلقاءات مع المسلمين، وهناك أيضا جمعية تضم الأديان شارك فيها، ولكن نتيجة المواقف التي لم تفهم بشكل صحيح
من قبله، وخاصة مسألة قتل المسيحيين في مصر، وقال بمطالبة المحافظة والحماية على المسيحيين. كان هناك ردة فعل من هذا الاتجاه وإيقاف الحوار من قبل المسلمين اتجاه هذا الأمر، إلا إنما أراه اتجاه فرانسيس يذهب أكثر عن يبتعد عن هذا الموقف ليفتح المجال أوسع وأرحب عندما يقول بجملته المشهورة بأن كل الأديان التي تؤمن بالله عند الله مقبولة، ونحن البشر يجب أن نصل إلى معرفة وجود الله. هنا يوحد بين الأديان، وهذه المسألة لم نجدها عند البابا السابق. دعني أشرك الدكتور عمر في هذه النقطة بالذات، كيف تنظر إلى سياسة البابا فرانسيس إزاء العالم العربي؟ أعتقد أن البابا يعني ليست بالنسبة له وجود المسيحيين أمر هام، ولكن القضية ليست قضية وجود المسيحيين في الشرق بالدرجة الأولى، بقدر ما هي فتح باب أو توسيع التعامل مع العالم العربي والإسلامي. الوجود المسيحي جزء بالتأكيد في هذا الأمر. وأعتقد القضية أيضا أمر آخر، وهو أن الإسلام أو القضية في العالم العربي قضية المشابهة بين المسيحيين في العالم العربي والمسلمين في أوروبا، يعني مشابهة ينقصها، يعني تشوبها التشوه إن شاء التعبير. المسيحيين جزء من العالم العربي الإسلامي وسيظلون جزء من هذا العالم العربي الإسلامي. المسلمون في أوروبا أبناء الأمس، ولذلك أنا لا أنصح بهذه المقارنة على الدوام. أعتقد أن كل ما أتمناه، كلمة أخيرة، كل ما أتمناه أن يظهر اهتمامه في العالم العربي والإسلامي بالموضوع السوري. لم يترجم هذا الاهتمام اليوم إلى فعل وردة فعل لما يحدث في سوريا، وإن كان قد طلب يوما للصوم، يوما عالميا للصوم من أجل سوريا. الحوار يطول في هذا السياق. لم يبق لي مشاهدينا الكرام إلا أن أشكر ضيوفي، وهم الدكتور يوسف قورية والدكتور عمر كامل والدكتور رالف غضبان، على تفضلهم بالمشاركة في هذه الحلقة، كما أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مناسبة أخرى.